بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي الأعزاز السلام عليكم. خوتي حبيت ندير لكم اليوم هذا فيديو كتجربة، فيديو تعريفي بالمدينة الجديدة. حبيت نوضح بعض الأماكن المعروفة خاصة في المدينة الجديدة علي منجلي، لعل وعسى كاين الناس تستفاد، ناس ما يعرفوش يمكن يكونوا حيبحثوا عن الأماكن، وإن شاء الله نكونوا احنا سبب باش يعرفوهم. والدال على الخير كفاعله. خوتي نبداو اولا هنا على اليسار للناس المهتمين ولا هذوك اللي جان اللي حوسوا على لي فورماسيون. هنا هذا مركز شبه طبي خاص اللي حب يدير تكوين خاص في الشبه الطبي. اليمين على ما أظن هو مركز لما خدمت مبيعات البيع لهونداي. هنا على اليمين هنا وين رانا داخلين بومبا إيسونس. نخرج من بومبا إيسونس على اليمين كاين المنطقة الصناعية، نكملو تو دروا هنا الجسر تاع ترامواي، هنا اللي يفوت فيه ترامواي. هذا بولفار دو لايلان، هذا شارع جيش التحرير الوطني. احنا ندخلو الى حي الاستقلال اللي راه على اليسار، على اليمين الكاتسون. محطة الاستقلال تاع ترامواي. اي استفسار او اي مكان تحبوا توصلوا ليه في المدينة الجديدة علي منجلي، أرجو أن تتركوا هذا في التعليقات. هنا يرانا في كوسيدار، ندور على اليمين خاوتي اللي راح يحب يروح للمستشفى، مستشفى علي منجلي المدني، هنا يدور على اليسار يروح هنا كما دار هذا اللي امامنا، ونروحو تدروا نلقاو المستشفى، مستشفى علي منجلي. في هذا المسجد اللي رانا نشوفو فيه مسجد أحمد حماني، وأعيد بناؤه من جديد. يعني ما شاء الله مسجد تحفة.
للتذكير فقط إخواني، كاين بعض الناس ممكن يقول لك وش بها نوفيل فيل فارغة. هذه تقريبا السادسة صباحا، يعني جولة صباحية. هذه الترمينوس القديم تقريبا، يعني مسجد عمر بن العاص. هذا ما شاء الله تعني تحفة فنية، تحفة يعني مسجد تحفة، من بين أحسن المساجد في المدينة الجديدة. ممكن كاين ناس مثلا يحوسوا على اطباء اخصائيين، ولا مثلا على مدارس خاصة لكراش روضة الاطفال. اكتبونا في التعليقات، يكون اهتمام كبير نديرو فيديوهات ونوروكم ونديرو نوري لكم الاماكن وين جايه باش تعودوا تعرفوا. حي الياسمين، مركز ثقافي اليمين. هذا إخواني اليمين سيانار، كاس ناسيونال دو ريتريت، صندوق الوطني للتقاعد المتقاعد. في الأمام على اليمين ريتاج، مركز تجاري ريتاج القديم. هنا ملك، يوجد ملعب هنا على اليسار، ملعب علي منجلي. وهذه اللي راهي تظهر لنا في الامام بيانا. البنك الوطني الجزائري، عفوا
البنك الوطني الجزائري. والناس اللي تحوس على مركز سون فيزا هذا اللي راه في الامام بيبان على اليسار هنايا امامنا على اليسار، هذا هو مركز سون فيزا. هذا اللي بان وراءه بالابيض هذا نزل الحسين، ممكن الناس يحوسوا على زوتال ولا نزل الحسين. كاين مثلا في 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 ناس ممكن تتساءل وتقول لك مثلا موقع تاع البنوك بنك معين مثلا وين جاي، نقدروا نشرحوا لهم ونوضحوا لهم الموقع تاعو. كما مثلا هنا في الامام نمشوا شويه على اليمين واحد 200 متر كاين سوسيتي جينيرال، بنك سوسيتي جينيرال. على اليمين خوتي راح نشوف التعليقات، والمطلب الاكثر يكون اكثر راح ناخذه بعين الاعتبار. مثلا راه يكون انسان خارج من نوفيل فيل ولا خارج من قسنطينة وجاي للمدينة الجديدة ويحوس مثلا على ريتاج مول وما يعرفش وين يروح، نقدروا نديروا له اتجاه. مثلا هنا نقدروا نطلعوا كاين هنا محور دوران، ندوروا على محور الدوران اللي راه امامنا هذايا على اليسار. تذكير هذا الطريق اللي قلناه على الاول جاي شارع جيش التحرير دخلناه من الاول، خلاص هذاك تجي معاه تجي معاه توصل حتى لهنا، الدور على اليسار هكذا العيادة هذه قادري، عيادة متعددة الخدمات قادري. هنا في هاد العمارات يوجد الكثير من الإخصائيين والصيادلة. كما كنا نتحدث على المركز التجاري ريتاج مول، أمامنا على اليمين دورو هكذا، على اليسار كاين محطة نقل المسافرين وها هو ريتاج مول على اليمين. كثير من الناس يحبوا يجيو لريتاج مول بالتذكير. هنا في المقابل هنا كاين جامعة، هنا مسجد الجامعة، اسمحوا لي نسيت اسمه، نحن نعيطوا له مسجد الجامعة.
هنا المحطة النهائية للترامواي، الترمينيس تاع الترامواي هنا جميع الدين. حنعاود نرجع من هنا ندورو ونعاودو نرجعو. كيما راكو تشاهدو هاي الجامعة، يعني معذرة يعني الشمس جاية أمامنا، الصورة ما تكونش واضحة جيدا، معذرة. محطة على سانتيفي يعني الترامواي المقابلة لمحطة الحافلات. كاين محطة نقل المسافرين على اليسار، وفوقها مباشرة ريتاج مول كما قلنا سابقا. تذكير فقط اخواني، هذا الفيديو درته كتجربة، نحاول نوضح بعض الاماكن المعروفة خاصة في المدينة الجديدة علي منجلي. درتها كتجربة ونشوف النتيجة، هل كاين فيه تفاعل، كاين فيه الناس اللي تستفاد، الناس ما تعرفش اماكن ممكن يعرفوهم، واي مكان يحبوا يوصلوا له يسقسونا في التعليقات. مسجد الاعتصام على اليسار، هذه الفيرما كيما نقولوا، نقولوا لها الفيرما.